بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى إنعامه وفضله على عباده جل وعلا، بدأ يذكر لنا قصص الأولين، قصص الأنبياء. فبدأ بنوح عليه السلام وهو أول رسول أرسل إلى الأرض، وقيل أرسل إدريس قبل نوح، ولكن الظاهر أن نوح هو أول رسول للحديث الصحيح أن الناس يأتون نوحا يوم القيامة فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله فاشفع لنا عند ربك. فالصحيح أن نوحا هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض.